أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار وفي عناوينها. حقيقة مشاهدينا لم يعد في جعبتنا كلام أو جمل، فقد أعجزتنا اللغة أمام ما يجري في سوريا. نعم، هذه هي عناوين أخبارنا اليوم، وسنحتجب عن البث ليوم كامل احتجاجا على ما يحصل من جرائم بمباركة دولية وصمت دولي وصمت السوريين قبل غيرهم.